لماذا؟ سؤال محير محمد، لماذا؟ لأن نظرا للفترة التي يمر بها في النادي تاعو نادي الأهلي لا يمر بفترة جد زاهية من ناحية الأداء، لكن دائما ما نتكلموا من ناحية أيضا بفترات صعبة في فرقه السابقة، وكان في كل مرة يأتي للمنتخب، لكن كان يستعمل محمد في فريق مانشستر سيتي حتى وين، وكان ولازم ما ينسى مر بفترة أصعب من هذه وكان يجي للمنتخب. لازم ما ينساش حاجة اللاعب هذا رياض محرز، ما ينساش أن في الفترات الصعبة تاعو الجمهور الجزائري كان يؤازره. حتى للأسباب حسين في رأيك أنت مدام مقتنع، وقلت لي بأن مقتنع بأنه رياض محرز لا يريد الآن العودة، ليس مقتنع محمد، ليس مقتنع مادام أنا ما قلت لكش، قلت لك مادام الدعوة في 23 لاعب ما زال ما لحقاتش، ومن بعد هو يبان لو يكون اسمه في الثلاثة. قلت لي بأنه محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب. لا على حسب قلت لك قراءة تاعي محمد. مؤشرات يعني المؤشرات خنعتك بأنه رياض محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب. لا محمد، الأسباب لماذا لا يريد المجيء؟ الأسباب محمد، الأسباب تولي لي هو محمد، هو مع الوقت أحس بالتهميش مثلا، خاف من التقزيم. لا محمد، خاف من المحيط. مستحيل محمد، هو لما يجي راح يلعب مباريات كرة لماذا لا يريد المجيء؟ ولما يكون في القائمة لماذا لا يريد المجيء؟ ليس لديك أي إجابة؟ علامة استفهام. علامة استفهام. قاسي سعيد، التهميش ما نضمنش محمد، ما نضمنش باللي يعني محرز لو يلتحق بالمنتخب الوطني الجمهور تاعنا أو الصحافات راح تهمشوا، من المستحيل يعني واحد نجم كما محرز نظن باللي راح يفرحوا به. لا، ليس من الجمهور او من الصحافه، ربما من المحيط في المنتخب. لا لا، ما تقدرش واحد كما محرز ما تقدرش تهمشوا. ولكن لماذا اذا لا يريد المجيء؟ نظن انا على حسب رايي، بقى رايي محمد، تضامن مع الناخب الوطني السابق. لما شفت البرقيه اللي قام بها لما تكلم مع جمال بلماضي، من حقه يشكر المدرب، من حقه يعني يكبر بالمدرب هذا، ولكن ما تنجيش بعد تاخذ بارتي بري تقول. لا اعتقد هذا قاسي سعيد، انا نظن رايي اذا ثبت هذا يعني محرز كان يلعب للناخب بالوطني السابق ولم يكن يلعب للمنتخب. ما هو رايي محمد؟ اعطينا رايك، انا اعطيت لك انا كمحللين اريد ان استفسر منكم. انا هذا ورايي، هذا ورايي محمد. انا بالنسبه لي هذا راي صعب انه رياض محرز ينحصر فيه، لأنه يعرف أن يعني المنتخب الوطني ليس ملك لأي أحد كان، سواء من الجماهير، سواء من اللاعبين، سواء من الإداريين. المنتخب الوطني ملك للجمهور الجزائري ولكل اللاعبين اللي عندهم يعني الجواز السفر جزائري. هذا حسين، لماذا لا تحسن الظن وتقول بأن اللاعب مصاب وإدارة الأهلي السعودي لم تكن تضلل في الرأي العام لما أعلنت إصابته وهو فعلا مصاب ولا يستطيع المجيء؟ يقدر يكون مصاب محمد، يقدر يكون مصاب، لكن محمد في الفترة هذه بالذات محمد شفناه لعب المباراة اللي جرات ما عندهاش يعني أيام كثيرة، وين لعب بصفة عادية، يقدر يكون مصاب محمد. لكن رياض محرز معروف في الاونه الاخيره المنتخب الوطني يحتاجه، لانها مباراه صعبه، مباراه تحتاج لاعبين اللي عندهم خبره محمد. في بعض الاحيان لاعب لما يكون واقف في ارضيه الميدان ولاعب ذوي خبره هذه مفروغ منها حسين، مفروغ منها لاعب مهم محمد، لاعب مهم. اوكي، مفروغ منها، لماذا لا يريد المجيء؟ هذا السؤال الذي لم تستطع ان تجيبني عليه محمد. لكن هل رياض محرز قال انا ما نجيش؟ انا نجاوبك، أراك تسألني مش تجاوبك. نسألك، نجاوبك في المرة في الفترة الماضية رياض محرز قال لا أستطيع المجيء إلى هذا التربص، امنحوني وقتا للراحة ووقتا للتفكير. الفترة الماضية والفترة الحالية، في الفترة الحالية حسب قاسي سعيد قال لك تواصلوا معه وأرادوا مجيئه لكنه لم يرد عليهم، هذه المعلومات المتواجدة حاليا محمد. ما لا، هذه المعلومة الأخيرة لم يرد عليهم محمد، وأنا وش حنرد عليك لما هو الماني بالأمر. قراءتك يعني تحليلك. قراءتي محمد، قلت قراءتي أنا ما هوش حي بيجي، أنا أعطيتها لك محمد. لمحث عن الأسباب يعني محمد، صعب أنك تلقى الأسباب، لأن مشاهد البسيط الموجود الآن في المنزل يتساءل لماذا فجأة رياض محرز لا يريد المجيء إلى المنتخب الوطني إن كانت هذه الأخبار صحيحة بأنه لا يريد المجيء حقا. وإن كان لا يريد المجيء، هل هو اعتزال دولي بأنه لن يأتي مستقبلا، أم أنها استراحة محارب ربما سيعود في الموسم المقبل؟ إذا كانت استراحة محارب يجب أن تكون بالاتفاق مع الناخب الوطني، لأنه ربما الآن الناخب الوطني قد يأخذ موقفا من رياض محرز بعدما رفض الدعوة مرتين إن صح رفضه في هذه المرة. سؤال آخر يعود إلى الأذهان، لما طلب دولور استراحة محارب عند انتقاله إلى نادي نيس،
لماذا قامت الدنيا ولم تقعد وتم رفضه وتم تخوينه وتم إبعاده من المنتخب لمدة زمنية؟ وفي الماضي وحتى حاليا يقال استدعاء وليس الدعوة. أنا قلت منذ قليل بأنه وصلته دعوة واستدعاء، هي كان المصطلح الصحيح المستعمل واستدعاء. استدعاء. لماذا نستعمل مصطلح استدعاء؟ وهو الفرق بين الاستدعاء والدعوة. نستعمل مصطلح استدعاء للاعبين لأننا نعتبر هذا واجبا وطنيا، يقال لك، يقال مثلا استدعي للخدمة الوطنية، الواجب الكونفوكاسيون واجب، بينما الأخرى دعوة انفيتاسيون. لما نجالك دعوة، نجالك دعوة مثلا لحضور هذا الحصة، بإمكانك تأتي وبإمكانك لا تأتي، يعني تعتذر. نجالك دعوة لحضور حفل زفاف، بإمكانك تأتي بإمكانك لا تأتي، ربما تكون مشغول. لكن لما نستدعيك للخدمة الوطنية، نستدعيك للمنتخب الوطني من أجل الدفاع عن الألوان، نستدعيك لمهمة وطنية، هنا لا يكون لك حق الرفض، هنا يجب أن تلبي ذاك الاستدعاء. هذا هو الفرق بين المصطلحات، أردت أن أوضحه. ربما سنبقى نبحث عن أسباب غياب محرز. احنا محمد أنا نتكلمه رانا نتكلمه اليوم في البلاطو، هذا ما كل حد يمد رأيه، وربما يقدر يكون محرز في البارح ولا البارح كنت فاهم مع النخب الوطني نجم تفهمه يقدر يلتحق. قلت إن صحت هذه الأخبار نحن الأخبار. ننتظر الخبر اليقين وننتظر أيضا بيانا من الاتحاد الجزائري، وفي حال وجود إصابة للاعب مثل ما نعم مثل ما تم التعامل مع لاعبين سابقين يجب أن يأتي إلى هنا يخضع للفحوصات ويتحدث مع الناخب الوطني. هنا نعلم بأنه لا قضية اسمها رياض محرز، أما إن تم التمسك والتشبث بالموضوع الإصابة ولم يحضر رياض محرز، هنا أعتقد بأنه ستكون هناك مشكلة مستقبلا، خاصة هو القائد الفريق، يعني ما تقدرش تمشي للميدان الحرب بدون القائد ديالك. احنا نتمنى ونشوفوا محرز مع المنتخب الوطني لتولي قضية دولار الناخب الوطني. واش قال أنا ذاك؟ قال لك لو كان ينوضوا الشهداء ما نعرفش نرجعوا محمد، ولكن عاود رجعوا نظن بلي هنا كان خطا. ومن بعد تشوف ست مباريات الاخيره تاع محرز في رابطه في كاس افريقيا محمد في كوت ديفوار في الكاميرون، اي مدرب يقول لك انا ما نحتاجش لاعب كيما هذايا، يعني ما قدم حتى شيء للمنتخب من 2019. نعم، وجهة نظر أخرى تقول ليس بيتكوفيتش هو من أبعد رياض محرز عن المنتخب، وإنما الأطراف التي أعادت إبراهيمي ومنحته إشارة القيادة هي التي أبعدت رياض محرز. لا 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 محمد، شوف هذه القضية محمد، هذا الرأي مرفوض. لا مرفوض محمد، لأن شفنا إبراهيمي لما تكلم ما عنده أي إشكال مع خاصة إشكال إبراهيمي، قال محرز هو القائد الأول، هو القائد الأول تاع المنتخب الوطني. وحتى محمد هنا لازم رياض محرز هو اللي يدلي بالتصريحات، لأن القائمة ما زال ما أعلن عليها. هذا شيء سابق لأوانه على أننا نتكلم على رياض محرز أنه رفض أو هو في القائمة. ربما بيتكوفيتش يدير قائمة تاع 23 ما يديش فيها رياض محرز في الآونة الأخيرة. رياض محرز من ناحية الاندفاع البدني لو نحبوا نتكلموا عليه بأشياء واقعية وأشياء حقيقية، من الناحية الدفاعية لا يقدم أداءات، من ناحية الالتحامات لا يلتحم مع اللاعبين، من ناحية يعني المراوغة تاعو للاعبين في إفريقيا لا يراوغ أي لاعب هناك، يعني صح عنده رجل يسرى سحرية، عنده بكرات مليمترية في الأرجل، عنده يعني كرات ثابتة يتسددها بطريقة جيدة، نعرفوا أن اللاعب يساري دائما يملك رجل يسارية جيدة. لكن من الناحية أخرى محمد، حتى لو ما يكونش رياض محرز ما يكون ما راح يكون حتى تأثير، لأن في الملاعب الإفريقية وفي إفريقيا ماكش راح تشوف مانشستر سيتي تلعب ولا الكرة الجميلة، راح تشوف كرة في السماء، راح تشوف التحامات، راح تشوف اندفاع بدني أكثر من ما هو يكون من الناحية التقنية والفردية محمد.